دائما بسم الله نبدأ ونواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد، ونحن في الباب الرابع من هذا المقرر بعنوان Programming the Basic Computer، وفيه ننتقل إلى الموضوع التالي. في هذا الدرس نتحدث عن موضوعين: الأول Rules for Assembly Language، لغة التجميع Assembly Language التي شرحناها في الدرس السابق لها قواعد سنعرفها في هذا الدرس. الموضوع الثاني Examples of Programs، سنحاول أن نعطي أمثلة لعدد من البرامج بأنواعها المختلفة لنرى كيف تكتب. في الموضوع الأول Rules for Assembly Language نقول أن الحاسبات التجارية الموجودة في السوق لكل منها لغة التجميع الخاصة به، وهي التي يحددها مصنعو الحاسبات، وهم دائما يرفقون دلائل أو كتالوجات لتوضيح طرق كتابة هذه اللغات. ولكن عموما أي سطر في لغة التجميع يكتب في شكل 3 أعمدة، كل عمود منها يسمى حقل. Each line of an assembly language is arranged in 3 columns called fields. هذه الحقول هي حقل الليبل، the label field، وفيه إما أن نكتب symbolic address، عنوان رمزي، أو نترك هذا الحقل خاليا في السطر المحدد. الحقل الثاني أو العمود الثاني the instruction field، وفيه نجد تعليمة، هذا حقل التعليمات، وفيه نجد تعليمة من نوع المشين instruction أو تعليمة من نوع البيسيدو instruction. والبيسيدو instructions هي التعليمات التي توفر معلومات. الحقل الثالث the comment field، هذا الحقل إما أن نكتب فيه تعليق أو توضيح لشرح التعليمة أو نتركه أيضا خاليا. إذن الأسمبلي لانجويج يتكون من أسطر، هذه هي الأسطر، كل سطر يقسم إلى 3 أعمدة، عمود للليبل وعمود للإنستركشن وعمود للكومنتس إن وجد. في المثال التالي نوضح هذه القواعد. هذا أول مثال في أمثلة البرامج Examples of Programs، ونبدأ بمثال مكتوب بلغة التجميع لجمع رقمين. هذه هي الأسطر، أسطر البرنامج، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أسطر، وكل سطر قسمناه إلى 3 حقول: حقل الليبل، حقل الانستركشن، وحقل الكومنت. الليبل قد يكتب وقد لا يكتب، والانستركشنز كلها مكتوبة، والكومنتس قد تكتب وقد لا تكتب، وهنا كتبناها لشرح الأسطر. في هذا البرنامج نريد أن نجمع رقمين. أول سطر يوضح أين نجد بداية البرنامج، مكتوب في حقل الانستركشن ORG0، هذا معناه Origin of a program is location 0. السطر التالي load A، بمعنى load the operand from location A، أوجد الرقم الأول المراد جمعه من الموقع A، ثم أجمع له الرقم B، add B، add operand from location B، أجمع له الرقم الذي نأتي به من الموقع B في الذاكرة. ثم السطر التالي store C، store some in location C، خزن ناتج عملية الجمع في الموقع C. halt هذا وقف للبرنامج، halt computer يعني انتظر، وهذا أحد أمثلة البيسيدو instruction. في السطر التالي احتجنا لتوضيح الليبل، فقلنا الليبل symbolic address A، ونعمل كوما ثم نكتب decimal 83، هذا الأوبرند الأول نجده في الموقع A نأتي به، ثم نذهب إلى الموقع B، برضو احتجنا إلى ليبل symbolic address B كوما والدسيمال الآخر -23، هذا الأوبرند الآخر، ثم احتجنا إلى الليبل بالسيمبوليك أدريس C لنضع الناتج ونرمز للتعليمة بالدسيمال 0. كل هذه
الأمور يعبر عنها أحيانا بالهكساديسيمال ثم تترجم إلى باينري كود لتفهمها دوائر الحاسب. هذا معناه sum stored in location C. وأخيرا end نهاية البرنامج end of symbolic program، وend أيضا مثال آخر للبيسيدو instructions. الآن نقدم نفس البرنامج بلغات أخرى لترسيخ الفهم والفرق بين أصناف البرامج المختلفة. نواصل إذن في examples of programs ثم نعيد جمع رقمين باستخدام برامج أخرى. البرنامج الأول binary code، والثاني hexadecimal code، والثالث Fortran language وهو من لغات الهاي ليفل بروجرامينج لانجويج، لغات المستوى العالي. إذا بدأنا بالباينري كود بروجرام نجد أننا نبدأ بلوكيشن 0 والإنستركشنز مقسمة بالباينري نمبرز. إذا جمعناها إلى هكساديسيمال نرى أن كل أربعة تمثل كل أربعة بيتس من الباينري تمثل واحد ديجيت من الهكسا، فهذه تكون 2، هذه الأربعة هي 2، هذه صفر وهذه صفر وهذه هي الأربعة، فهو بالهكسا 2004. ونعرف بما أن تعليمة الآد من تعليمات الميموري ريفرنس إنستركشنز وتبدأ بالتو كما رأينا عندما درسنا أنواع التعليمات المختلفة، فهذه الإنستركشن كأنها هي 2004 وهي load الأوبرند from location 4. التعليمة اللي بعدها هي 0001 أربع أصفار أربع أصفار 0101، هذه ترجمتها بالهكسا هي 1 0 5. التعليمة التي تبدأ بواحد من تعليمات الميموري ريفرنس انستركشن هي الآن، فكأننا نقول الآن في هذا السطر اجمع الأوبرند الموجود في الموقع 5. التعليمة التالية هي 0011 أربع أصفار أربع أصفار 0110، وترجمتها بالهكسا هي 3 0 6، وتقرأ من ضمن تعليمات الميموري ريفرنس ستور، معناتها ستور الناتج في الموقع 6. ثم نذهب إلى التعليمة التالية فنجد أنها تتكون من 0111 أربع أصفار أربع أصفار 1، وهذه تقرأ بالهكسا 7001، وهذه تناظر الهالت من تعليمات الريجستر ريفرنس. الآن ذهبنا إلى الريجستر ريفرنس لأن التعليمة تبدأ بالرقم 7. التعليمة التالية نذهب إلى الموقع 101، التعليمة التالية نذهب إلى الموقع 102 فنجد فيها الأوبرند الأول، هذه كانت هو الموقع الذي نحمل منها الأوبرند الأول، هذا هو، فنجد أن الأوبرند الأول ممثل بأربع أصفار أربع أصفار 5 3، وهذا هو الهكساديسيمال الذي يناظر الأوبرند. الأوبرند هو 83 بالديسيمال، هذا هو الهكسا الذي يناظره، أو هذا هو الباينري الذي يعطي 83، وفي إمكانك أن تتأكد. هذه 2.0 بواحد، 2.2 باثنين المجموع 3، وهذه 4، وهذه 16، وهذه 64، 16 و64 80 زائد 3 83، هذا يناظر 83 بالديسيمال. في الموقع الموجود في السطر التالي نوجد الأوبرند الآخر. الأوبرند الآخر مكتوب 4 وحدات 4 وحدات 3 وحدات 0 و1 0 1. 4 وحدات هي ال F، والأربع وحدات هي ال F، والثلاثة وحدات 0 هي ال E، وواحد 0 1 هي 9، وهذا هو مكافئ ماينس 23 بالدسمة، أي أن ماينس 23 مكتوبة بالتوس كومبلمنت، وعندما نترجمها إلى الهكسا تطلع FFE9. السطر الأخير يقول أنه نقوم بوضع الناتج في هذا اللوكيشن وهو بالهكسا 4 أصفار. ما شرحناه موجود بنفس الشكل ولكن في صيغة الهكساديسيمال كود. نعبر عن اللوكيشن بأربع خانات لأن اللوكيشن هو أدرس في الميموري، ونحن نعرف أن الأدريسز نعبر عنها بـ 12 بت. 12 بت في الباينري هي 3 خانات في الهكسا لأن كل خانة نفكها بـ 4 بيتس،
هذه كأنها هي نفسها صفر 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 أربعة اثناشر صفر. ماذا وجدنا؟ وجدنا instruction to frame 4 كما شرحنا قبل قليل. هذه الانستركشن هي load، وفي الموقع التالي 001 وجدنا instruction 105 وهذه add. هنا نوجد الأوبرند من الموقع 4 وهنا نوجد الأوبرند الآخر من الموقع 5، ثم نعمل في السطر التالي الستور وهذه بمعنى خزن الناتج في الموقع 6، وهنا هالت أوقف الحاسب أوقف عمل الحاسب، ثم نذهب إلى الموقع 4 لنأتي بالأوبرند. بالهكسا هو 0053 ولكنه بالباينري يعادل 83، ثم نذهب إلى الموقع الآخر لنوجد الأوبرند الثاني الموقع 5، والأوبرند هو بالهكسا FFE9 ولكنه بالديسيمال يعادل التوث كومبليمنت لماينس 23، وفي الموقع 6 نخزن وفي السطر في الموقع 6 نخزن الناتج لعملية الجمع. وتعليمة التخزين هي 4 أصفار أو كل أصفار مثل ما كان في الباينري. الآن نلاحظ صعوبة التعامل مع الأرقام الثنائية وحتى لحد ما صعوبة التعامل مع الهكساديسيمال. أما إذا ذهبنا وأجرينا برنامجا بمستوى عالي مثل الفورتران نلاحظ قرب التعليمات من فهم المستخدم أو من تعبيرات يستخدمها المستخدم. فنذهب إلى برنامج الفورتران لجمع رقمين نفس الرقمين، فنقول في أول سطر integer ونكتب a, b, c. هذا معناه هنالك integer يحل محل الـ a وintegr يحل محل الـ b وناتج يوضع في الـ c. ثم نكتب في السطر التالي ما هي الداتا، داتا a, 83 مباشرة نفهم منها أن الأوبرند الأول 83 و b, minus 23 نفهم منها أن الأوبرند الثاني هو ماينس 23. ثم في السطر التالي نعطيه عملية جمع C تساوي A زائد B، أي محتوى A الأوبرند الذي يمثل ب A والأوبرند الذي يمثل ب C نجمعهم، هذا يعطينا مباشرة 83 زائد ناقص 23 ويعطي الناتج مباشرة. ثم end، لاحظ كيف عندما ذهبنا إلى لغة ذات مستوى عالي قلت الأسطر وأصبحت أقرب للفهم منها من اللغات ذات المستوى الأقل وهي لغات المشين ليفل أو المشين لانجويج. وإلى اللقاء في الدرس التالي.